عايز اعرف بقى يعني ايه فرشه عنبر برمال البانتونايت. عايز افهم جبت التجربه دي منين، اكتشفت ان الرمله دي ازاي اصل مصري، ورحت جبتها منين واشتغلت عليها ازاي. دي مش رمله بس، وانت كيميائي يعني ابو الحاجات دي، فهمني عملت ايه. في الاول احنا كنا بنستخدم بقالنا سنين النشار الخشب او التبن وفضلت الخشب او التبن. فضلت بقى يعني من اول ما بدات الدواجن من السبعينات لغايه النهارده ما بنعدلش فيها، رغم ان الصناعه كل شويه بتتعدل. يعني برضو بعد اذن خليني اوضح حاجه، خلي بال حضراتكم ان الكيميائي اكرام ابو المجد مش مربي دواجن، هو راجل عنده مصنع في الصلاحيه، صح كده؟ مظبوط. بتنتج فيه ادويه واضافات علاف ومهتم جدا بصناعه الدواجن، هي اكل عيشنا. مظبوط. من هنا حضرتك عملت العنبر ده عشان تجرب فيه الادويه بتاعتك واضافات العلاف بتاعتك. مظبوط. وكمان بدات تجرب رمله البنتونايت. تمام. فشفت في جنوب شرق اسيا بداوا يستخدموا من الرمال، وبيعملوا بيحاولوا يخلوا الطائر يعيش في بيئه صحيه. تمام. واستغنوا خالص عن المضادات الحيويه وشغالين بالبكتيريا النافعه وحاجات زي دي كده. وعندنا رمال البنتونايت اللي هي كلها قدره على امتصاص الروائح وامتصاص الميه كمان، فقمت جبتها وبدات اشتغل عليها، نزلت البي اتش بتاعتها وبالقرص فوسفوريك اسيد وبقت اقل من 7، وبقت بيئه غير صالحه لنمو البكتيريا والفطريات. وغير كده بقى اللي هي ما فيش بتمتص الامونيا وما فيش كوكسيديا، وزي ما حضرتك شايف كده العنبر ما فيش فيه ريحه خالص. دي تجارب خدت منك قد ايه يعني؟ دورتين، دي الدوره الثالثه. بالرمل. بالرمل. اللي قبل كده حصل فيهم ايه؟ اللي قبل كده كانوا ممتازين. الدورة ديت احنا قبلتنا صعوبة في الاول علشان نسبة الرطوبة العالية اللي كانت موجودة اصلا في الجو في الفترة ديت، ونقل الرمل كمان بيتنقل بالليل، فطبعا الشبورة والحاجات ديت، فكان الرمل فيه نسبة رطوبة عالية. في الشتاء ما كانش عندنا المشكلة دي خالص، بس الحمد لله بفضل الله برضه عشان الرملة كويسة صمدت معانا يعني، والحمد لله بفضل الله. انت بتعمل فيها ايه الرمل دي؟ الرمل بتحطها زي ما ربنا خلقها كده؟ لا لا لا، بغير برضو فيها، اللي انا بغير البي اتش بتاعتها، ده رقم واحد. وبرضو في سنس، في خلطه سريه بتعملها في الطحن بتاعها. بالظبط. ايه الفرق بينها وبين النشاره؟ النشاره الامونيا فيها عاليه جدا، يعني ما فيش فيها تطور، يعني هي موجوده زي ما هي. لكن عند مثلا هنا العد البكتيري، انا معايا من معهد البحوث شهاده تحليل على العد البكتيري فيها، عن الرمل ده السالمونيلا هو العنبر اللي هي السبله نفسها بقى. ما فيش فيها سالمونيلا خالص، ما فيش فيها فطريات، زيرو. نسبه البروتين اللي موجوده في السبله دي 18%، بيستخدموها طبعا بره في تغذيه الاغنام والمعز. ده في شرق اسيا بنسب معينه كمان، بنسب معينه وخاليه من الروائح كمان. طب انت عايز تثبت ايه؟ هل بس مجرد انك تغير النشاره، ولا دي ليه فوائد كبيره جدا على صناعه الدواجن؟ طبعا لها فوائد كتيره جدا. كنت بربع النشاره وعملت التجربه، اول ما عملتها في عنبرين، واحد نشاره وواحد من الرمله دي. النشاره ما اعرفش لازم هتعمل بمضاد حيوي، لازم، لان كده كده صدر الفرخ بيبقى هايبولز، هيبقى عندي سي ار دي كوكسيديا بتنشط، عندي الكوليستريديا برضو بتنشط. كل ده في الفرش، كل ده في الفرشه. ما الفرشه 50% من الامراض. اول حاجه الاهداف اللي موجوده في الجهاز التنفسي هي الامونيا، بعد كده بيبدا بقى يبقى صدر الفرخ سهل، اللي هو ممكن الواحد يعني اي فيروس بقى يدخل له، ممكن الميكوبلازما بتنشط، بعد كده يدخل بقى اي فيروسات طبيعيه. فطبعا ده بيساعد الفرخ على بيئه مناسبه، يعني ممكن اربي من غير مضادات حيويه، ممكن نصدر كمان. يعني مشكلتنا في التصدير هي اللي احنا بنربي، لازم يعني الفرخه دي لو حلتها ما فيهاش مضادات حيويه خالص، ما فيش فيها مضاد حيوي خالص من عمر يوم لغايه النهارده.